السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نضيف الطوابق ونعمل طوابق فوق بعضها في الإيتابس. طبعا الفيديو السابق كان عبارة عن نيو موديل وكيف نعرف المقاطع. هسا نحكي وكيف نشتغل على الإيتابس. هذا المخطط اللي عندي، هاي هي السكند بيسمنت، الفيرست بيسمنت، وهي الطوابق المتكررة اللي هي الطابق الأرضي والطابق الأول والثاني والثالث. في اختلاف بسيط بين الأول والثاني والأرضي، أنا أهملته للأمانة، خلينا نمشي الدورة. سنروح على السكند بيسمنت. أول شغلة بدي تعرفها إنه بدي تنقل كل الملفات الـ DXF، ملفات الـ DXF بس كل واحد لحاله، تمام؟ بدي كلهم تنقلهم على أحداثي واحد. كيف يعني؟ أنا مثلا لاحظ هذا العمود حط زاويته 0 0 0، لازم يكون بالطابق هذا العمود هذا برضه على 0 0 0، والطابق الثاني برضه 0 0 0، عشان لما اعمل انا امبورت دي اكس اف يكون الطوابق كلها فوق بعض. يعني لما اجي ارسم العمود هذا لازم ارسمه يكون، لو هذا رسمته اجي ارسم على الطابق التسويه اللي فوقه ارسم كمان عمود يكون العمود فوقه بالضبط، لانه اذا ما كان فوقه بالضبط ما راح يصير في موديل، ما راح يصير عندي مبنى. فبالتالي اول شغله بدي تعرفها لازم اعمل كل ملفات الدي اكس اف لها على احداثي واحد، على احداثي واحد. هسه بنرسم البيمات. هسه البيمات مرات بالإيتابس لما تيجي ترسم بصير في عندك أشياء سيئة صراحة ممكن تأثر معي بالحل، تأثر معي بالحل، يصير عندك مثلا error message أو كذا. ترسم البيمات على أوتوكاد، وعادي بتقدر برضه ترسم الهاي، ترسم شيء ثاني من الإيتابس. أنا لا، بدي أرسم السيف والأوتوكاد، السيف والإيتابس على الأوتوكاد هي البيمات. انه هاي اللاير اسميها سيف، طبعا ايتابس بس خلص سيف بيم. خلي خط مثلا لونه اي لون عادي، اخضر اصفر، رسم اصفر من قبل كنا، تمام. سيف بدي ارسم البيمات. البيمات عندي طبعا، انا عندي هون، ما هون بدايته البيمات، هذا التسوية على سنتر العمود هذا، بس ارسمه هون على امتداد السنتر، امتداد السنتر تقريبا، يعني مش مهم مش راح يأثر معنا. هاي المشكلة راح نعملها بالإيتابس أصلا، هنحلها مشكلة السناتر. أنا لو أرسم هذا البيم هيك على الإيتابس ما راح يعتبر إني مرتكز على عمود، يعني زي راح يحكي لي إنه أنا ما عندي عمود، فاهمين كيف الفكرة؟ يحكي لي إنه أنت البيم ما صاير بالهواء على أعمدة مرتكز. كل هاي بيمات الطابق الاول، بيمات الطابق الاول طبعا مرسوم على شكل لاين. طيب بيمات الطابق الثاني نفس الاشي، بس هون الشير وول عندي انا لهاي برضه بدي اعمل سيف بيم اصفر، مش مهم اللون. نهاية بدي ارسم على الايتابس صار هاي البيم، نرسم على لاير هاي مع اللاير تبعتي، هون لو رسمت من هون أو رسمت من هون ما في مشكلة. ليش؟ لأنه أنا أصلا راح أعمل الإشي اللي اسمه لينك، مش خليها تبغى راح تحكي لي كل شيء مش مشكلة. عادي اللي تاس برنامج كويس وبفهم مظبوط. رسمت البيمات انا، اهم شيء سناتر. كان زي كان قاعد برسم الاسبانات، كان قاعد برسم الاسبانات، تمام. هاي البيمات مورا تمام. انا ارسم للطبق اللي بعده، ارسمهم لحالي الفلورز
نعم، أنا رسمت البيمات. هسا آخر فيديو وقفنا عند الوال بروبرتيز، الوال سكشن. طبعا أنت كل ما تشتغل شيء اعمله سيف نمرات لتابس بطفي عندك، خاصة نسخة 2016. وال سكشن أنا في عندي الوال هاف دبليو 300. لاحظ إنه ما فيش عندي ريجيد زون. في عندي البروبرتي موديفايرز راح يصير لهم تعديل إن شاء الله بعدين لقدام. اوكي، ونعمل كوبي ل W20، ونتأكد انه C30 وهذا 200 مليمتر. اوكي، هيك انا عرفت كل المقاطع عندي، الماتيريال C30 و420 و280، السكشن الفريمز عرفنا البيم بس الكل مظل لبعدين، السلاب عرفناها فلات 20 تمام، وظل عنا ايش الوول عرفنا قبل شوي. هسه لقدام لود باترنز ولود كيسز. ها لود باترنز بنعرف سوبر ديد لود، نوع سوبر ديد، وهذا البلتبير زيرو. اوكي لود كيسز حكينا ما في لود كيسز هنا لانه ما راح نحسب ديفليكشن. لود كومبينيشن في عندي انا ثنتين كومبينيشن اللي هي الوركينج في ديد وفي لايف وفي سوبر ديد. اوكي لا هاي دليل. طبعا يمكن كان بالفيديو السابق بس صراحة الموديل هذاك مسح بالغلط، فانا قاعد بعيد اللي حكيته يعني يمكن. بس احنا الفكرة هسه الفيديو هذا بده يكون عبارة عن طوابق كيف تتعامل معها، كيف تضيف طوابق. تمام، هيك احنا تقريبا كل الشغل عملناه. هسه ظل علي ايش؟ طلع علي مخططات الاوتوكاد اللي عملتها، انا رسمت البيمات كل اموري تمام، طلع علي اني انقلها على الايتابس. هسه اول اشي بدي تعمل هون في عندي كبسه ايديت، في عندي ايديت ستوري اند جريد سيستم، بتعمل هون موديفاي وبدك تضيف انت الطوابق اللي عندك. بتعمل اد ستوري، كيب ستوري هايتس، كم طابق بدي اضيفها؟ كم طوابق؟ ثلاثه. كم اضيف؟ بدي اضيف انا اربع طوابق، سكند بيزمنت الطابق الارضي، والفيرست بيزمنت الطابق التسوية الأولى، والأرضي ثلاث، وأول ثاني ثالث، قول خمس طوابق، تضيف خمس طوابق، كلهم بيشبهوا، كلهم فوق الطابق الأول، وكلهم خصائصهم زي خصائص الطابق الأول، أنا أصلاً لسه مش حاط طوابق، بحط أوكي. فهيك أنا شو عملت؟ ضفت الطوابق. هسا بدي في هون كبسة ماستر ستوري، ماستر ستوري شو معناها؟ إنه هذا طابق رئيسي، هسا هذا بدي أسميه إيش؟ سكند بيزمنت للتسوية الثانية، هذا بسميه فيرست بيزمنت تمام، وهذا شو بسميه جراوند فلور. طيب والباقيات؟ الباقيات ما هم نفس الاشي نفس ملف الدي اكس اف. فشو بتعمل؟ بتحكي مثلا فيرست فلور سكند فلور ثيرد فلور مثلا. شو بتسوي؟ بتسوي انه الجراوند فلور هو عبارة عن ماستر ستوري، اما الفيرست فلور لا مش ماستر ستوري ولا السكند فلور ماستر ستوري، وهذول مين بيشبهوا؟ بيشبهوا الجراوند فلور، كلهم هذول بيشبهوا الجراوند فلور. هسه بعمل ايش؟ اوكي هيك انا ضفت الطوابق عندي بس لسه ما عملت شيء. هاي شو فايدتها؟ في عندي هون تحت لو تنزل في عندي one story all story similar story، يعني انا اذا بعامل على one story وبرسم هون قاعد عمود، وليكن انا قاعد برسم هون بيم مثلا، ها رسمت عمود، هذا العمود بيكون معمول بس على الستوري هذا. على اي ستوري كنت راسمه؟ انا راسمه على الثيرد فلور فوق هون فوق، بقول لك انت على اي طابق بتشتغل تمام. بس لو جيت انا عملت انا على similar stories ورسمت عمود، تيجي على 3D بروح رسم للسيميلر ستوري اللي هم ايش فعليا؟ تعال انزل على هاي، رسم على الثيرد، رسم على السكند، رسم على الفيرست، رسم على الجراوند، تنزل تحت ما رسم تمام. لو تيجي ترسم على اول ستوريز ترسم عمود، شو بيعمل لك هيك؟ هيك بتلاقيه رسمهم على كل الطوابق، طلع رسمهم على كل الطوابق. فانت هون انا شو هاي فادتني؟ هاي فادتني بشيء واحد اللي هي انه اذا بدي اشتغل لطابق الثالث والثاني والاول والارضي كلهم بيشبهوا بعض، انا بشتغل على الطابق الاول
الطابق الارضي راح يشتغل مباشره على الطوابق اللي فوق نفس الاشي ونفس الخصائص ونفس كل اشي. اما فيرست بيزمنت سكند بيزمنت ما بدي اشتغل عليهم. فخلنا نيجي هسه للسكند بيزمنت نحط وين ستوري، بدنا نرسم الاعمده. طب وين الاعمده؟ عادي سهله، من وين؟ جيب الدي اكس اف تبعك، امبورت دي اكس اف فايل. ايش انا عندي؟ الطابق الارضي هذا انا مسميه يوتيوب، هاي متر. انت وين بدك تضيفه؟ على اي طابق؟ تضيفه على السكند بيزمنت، حط اوكي. هيو هذا ملف الدي اكس اف. طبعا دي تنتبهوا ضروري انهم كلهم على نفس الاحداثيات. تمام، هسه شو بتعمل؟ بدك تبلش رسم. كيف تبلش رسم؟ عادي بتبلش رسم كالتالي. لاحظ ضفت انا الطابق الارضي بعدني. هسه بقدر انه شو اسوي؟ هسه احنا مهم تعطي خصائص لتابس. انا بقدر ناس ارسم من كالعاده اركيتكتشر بلان اوبشن، بدي ارسم مثلا الكولومز، هاي الكولومز. طبعا الايتابس مرات بتطفي، فان شاء الله ما يطفي معي وانا بحمل الفيديو. اعمل هاي اركيتكتشر لاير قبل ما تبلش، فانا مشان ما يطفي بديش ارسمهم كلهم مره واحده. والله خلص ها برسم، ضبط معي. شايف ترسم هيك؟ هيك بترسم الاعمده. تاكد انك حاط ون ستوري. بس اذا حطيت اول ستوري ترى احسن واحسن. تمام، لو انا حطيت اول ستوري تلاقيني خلص رسمت الاعمده على كل الطوابق. بس ما بحب هيك بصراحه، ما بحب هيك. احنا اصلا بالعاده بنرسم طابق وبنعمل ريبليكيت للطابق، وبعدين كيف يعني ريبليكيت؟ يعني انا هسه لو اجي اعمل ايديت او بديش لسه خليه اعمل هاي شيلها. روح هسه مين بدك ترسم؟ مثلا السلاب، اسف سلاب. اعمل سيف، دائما كل شيء بتشغله اعمل سيف رجاء. اعمل هاي كبسه السلاب. شو نوع السلاب اللي عندي؟ فلات 20. Add etabs area، نفس السيف، نفس السيف. تمام سيف. هسه اعمل define، مش define، architecture plan option. بدك ترسم ايش؟ الفويدز مثلا. الفويدز بتروح عند الفويدز، بتروح نفس الفكرة هون، opening opening. بتروح ترسم ايش؟ add etabs area. خلصنا. يلا اوبشن. مين ظل عندي؟ ظل عندي الوالز. الوالز في خاصيتين. الخاصية الأولى إنه أنا بقدر أرسم عادي هون، إنه يختار نوع مثلا دبليو 30 أكبس عليه زي السيف. آتي تابس وول. في هون أمر كويك هاي، إذا أنت كنت معرف الأمر لاين وعملت كبسة برسم كبسة واحدة زي هيك. كبسة هاي أسرع عادي، زي كأنك عملت كبسة يمين على على الايتابس يعني. بعدين شو بتعمل؟ بدك تغير خصائصه. هسه بترجع تكبس مرة ثانية دبليو 20. نرسم ايش؟ هذا نرسم هذا. شو بكبسة واحدة برسمه. تمام هيك انا شو عملت؟ عملت رسمت المبنى. شوف هاي 3D، هاي اكسترود فيو، رسمهم كانوا معي. ظل البيمات الخارجية، البيمات الخارجية المفروض انهم دروب بيم، بس انا خليتهم هيدن بيم هيك. يعني انت بالواقع ما راح تعمل هيدن بيم لو تموت يعني. هسا بدي اجيب البيمات، بعمل هون في خيار هون سيف بيم، وهاي البيمات اللي عندي. البيمات اللي عندي في خيار هون كوك درو بيمز، نفس الفكرة تكبس هيك. ترى هو رسمهم، كيف تقدر رسمهم؟ بتيجي هون Object Assignment، بتحط ايش؟ Frame Section Sections، بين لك السكشن اللي رسمه. هاي شايف رسم، بس كأنه انا راسمه على خاصية اسمها نن. لا دقيقة، اعمل Extrude. مش عارف اذا رسم بصراحة، مفروض انه رسم. هات شو خصائصه. Section Property نن، لا المفروض انه Hidden Beam. ابصر ليش ما رسمه، خلينا نرجع. المفروض انه يظهر لي السكشن. انا سكشنز فريم سكشنز طيب سكشن اوكي ما رسمه. طيب خلينا نشيله عادي. في اصلا خيار كثير كويس، ان شاء الله انه ما يطفي. نعمل سيف. انت شو موديل اكسبلورر هذا. في هون خيار ديسبلاي ويندو بدل هاي. في اركيتكتشر لاير هون. تمام هون الاركيتكتشر لاير وين هي؟ سيف بيم. تمام في خيار هون Add Beam Object، فتلاقيه رسمهم. طلع رسم كل البيمات، رسم كل البيمات حسب الخصائص اللي عندي.
نوعا ما اكسترود فيو. هو ما رسمهم، ما رسمهم ليش؟ مش عارف ليش عمل هالخاصية نن بصراحة، أول مرة بتصدف معي. عاد لما حضرت للفيديو كان هاي. فنعمل احنا select beam properties frame section، اختار hidden beam. ثم اختارهم كلهم والله. select object type beams select، بتعملهم كلهم assign frame section property hidden beam. هيك انا كلهم المفروض صاروا انهم المفروض انهم كلهم صاروا hidden beam. ما رسمهم، هو اصلا مش راضي يعمل extrude view. شكرا معلق. هاي ليبل 1 ليبل 2. طيب هذا شو؟ ليش section property حط لي اياه نن؟ طيب select object types beams، اختار واحد ما رسمهمش اصلا، هو بالاصل ما رسمهم. طيب خلينا نحل المشكلة. المشكلة كالتالي، راح ارسمهم يدوي للأسف، رسمهم يدوي. أبصر ليش هيك صار يعني. فيش select similar هون زي الأوتوكاد. select properties none، شايف اختارهم كلهم خاصية none. select assign frame section properties hidden beam، هيك رسمهم كلهم على أساس إنهم hidden beam. تعال على 3D اعمل اكسترود. هو مش راضي يعمل اكسترود، ابصر ليش. خلينا نعمل بس سيف اطلع منه واشغله. البرنامج معلق، قاعد اشوف مشكلة. هاي الاكسترود فيو، هاي الكبسة بتشيل اكسترود، هاي بتعمل اكسترود. لاحظ انه هاي البيمات اللي انا موجودة عندي، هاي البيمات موجودة اللي عندي. هيك انا عملت موديل للطابق الاول، بس لسه ما ضفت اللود، ما ضفت الكذا. بس اللي بدي احكيه انه انت هون لو وصلت لهي المرحلة وانت حطيت اللودات وكل اشي، بتقدر تعمل شغلة كثير حلوة واللي اسمها ريبليكيت. اعمل ايديت، ايديت ستوري داتا مثلا، موديفاي، وتعمل مثلا هون اد ستوري كيب ستوري هايت. هذا حطه فوق الطابق الثالث مثلا، وخصائصه مثل خصائص الطابق الثاني. ولو عملت اوكي وضفت ستوري صار اسمه ستوري 1، وتروح على ستوري 1 رسمه طلع رسمه نفس الطابق هذا. بس ليش ما رسمه فوق بالضبط؟ لان انا قلت له حطه فوق الطابق الثالث فلور. بس الفكره انه انت بتقدر تعدل الطوابق، تقدر تعمل 10 طوابق متماثله. بس احنا ما راح نعمل هذا الاشي. ليش؟ لانه احنا ما عندنا مثل هيك، انه احنا كل طابق عندنا مختلف. فهسه شو بدنا نسوي بهاي الحاله؟ بس خلينا امسح هذا اللي ضفته. موديفاي هذا ستوري 1، في عندي ديليت ستوري، ديليت ستوري فروم ستراكتشر. اوكي، فهاي انا رجعت للطابق الارضي. هسه احنا حكينا الكولوم ما عرفناه صح ولا لا؟ نيجي لهون فريم سكشن، انا عرف لك سكشن يعني موديفاي. هذا هو سي 20 بـ50. الموديفاير خليها بعدين. الرينفورسمنت نصممه على اساس انه كولوم 280. انا هون في عندي رينفورسمنت تو بي ديزايند، رينفورسمنت تو بي تشيك. انا بدي اصمم، ما بديش اعمل ديزاين تشيك، بس لا بدي اعمل ديزاين. الكفر عندي 25 ملي، قديش بدي اختار؟ هاي مش مهمين هذول. اوكي اوكي. بعدين هون سكشن 2 بدي اعمل ايش؟ سي 25 بـ60، هذا العمود 25 بـ60. موديفاي نفس الشيء، تصمم على اساس انه كولوم 280. هاي الكفر 25 ملي. اوكي، هيك انا شو عملت؟ عرفت المقاطع. لو تيجي لهون تلاقي كاتب لك هون كولوم 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 كولوم، عرفهم. هسه بدنا نضيف الطوابق اللي فوق. كيف بدي اضيفهم؟ هون نعمل سيف هذا الموديل، اموره تمام. هسه كيف بدي اشتغل؟ بكل بساطة كالتالي، بعمل بروح على الطابق اللي فوق مثلا هذا first basement، بعمل files import txf
بضيف ايش اللي انا كنت بسميه فيرست بيسمنت، بضيفه ايش على الفيرست بيسمنت هون والوحدات بالمتر، واعمل اد. لا الافضل انك ما تعمل اد. ليش؟ لانه هسه انت فعليا عندك تو اركيتكتشر لاير، طابق اللي هون وطابق اللي هون، فلما انا اعمل اضافه اعمده ممكن يضيفهم عليهم كلهم، فانت حر يا تعمل اوفر رايت يا تعمل اد، بس يفضل اوفر رايت، يفضل اوفر رايت. هسه شو بتسوي؟ تعمل اركيتكتشر بلان اوبشن، اوكي سيف مثلا كولوم، ترسم بدك ترسم الاعمده، الاعمده مش مهم هو بعرفهم لحاله اركيتكتشر لاير، شو بعمل تبلش ترسمهم. هيك انا رسمت الاعمده. اول شغله بتعملها بدك تتاكد الاعمده هاي فوق بعض ولا لا، وتضلك تقرب 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 وين نقطه الفاصل بينهم، هاي نقطه الفاصل بينهم هون تقريبا. هل الاعمده فوق بعض؟ بدك تشيك عليهم عمود عمود، بس المفروض ما شيك عليهم عمود عمود، ما هم باينه. اذا اثنين زبطوا فالباقي زبط، ليش؟ لانهم كلهم فوق بعض بالاوتوكاد كانوا. فبتلاحظ انه الاعمده فعليا هي كلها فوق بعض، الاعمده فوق بعض، تمام. هاي الفيرست بيسمنت امور تمام. عشان نتاكد ظللهم كلهم او ولا تظلل ولا عبالك، خلص هم كلهم ايش؟ كلهم اعمده، كلهم اعمده. هو كاتب لك على اساس انهم هيدن بيم، بس لا ما راح يتصمم على اساس انهم هيدن بيم، راح يتصمم على اساس انهم كولوم. يعني هذا حط لك انه هيدن بيم، لا بس هو مش هيدن بيم. كل هالشغلات بنعدلها بنعدلها، ما تخافوش عليها. نرجع فيرست بيسمنت نرسم السلاب، هاي السلاب هاي السلاب بدي اعمل السلاب. هسه انا هون افرض انه كله نفس الطوابق متماثلة فلات، تمام. بعدين فويدز، اوبننج، نفس الطريقة انا قاعد بعيد الشغل. تمام بعدين هسه بدي اضيف الوالز، خلينا نعمل سيف. دائما تكتب تعمل سيف، مرات تكون شغال بامان الله فجأة بطفي لي تابس، فجأة بطفي. طبعا شو السبب بعرفش. رسمنا هاد، بس الوال عندي هون، بعدين عندي وال 20 هو تبع الدرج، وهاد وهاد. تمام هيك الوال اموره تمام. سيف. هسه البيمات اوبشن بيمز. طبعا احنا ما خلصنا رسم بيمات، ترى ما خلصنا رسم بيمات. راح تحكي لي كيف؟ بقولك لا ما خلصنا. نفس الطريقة بيمز. بتعمل بتقدر تعمل شو موديل اوركي اكسبلورر انه يرسم لك البيمات على كل اللايرز. هات سيف بيم، شوف كيف رسمهم، رسمهم ميديوم بيم زبطت. هو هناك كان معلق بالطابق اللي تحته، كان معلق. نعمل اكسترود فيو، تلاحظ انه راسم لك بيمات. هاي البيمات عندي، هاي البيمات عندي. طلع كيف الموديل، لاحظ كيف الطابق اللي فوق بيختلف عن اللي تحت، في شير وول بس اللي فوق ما في شير وول. لاحظ هون الاعمدة اللي كانت هون مش موجودة بالطابق الاول، مش شايل سلابه، بس بالطابق اللي فوق شايل سلاب. هيها هذا دليل انه هاي طلع هون كانت مربعة، تحت لا مليانة. تمام هسا نرجع للفيرست بيسمنت. احنا هيك رسمنا البيمات. طبعا البيمات هاي زي ما بحكي لك هي ولا كانها متشاله على البيم ابدا على الكولوم. يعني انت هاي لو عملت رن هسا ما راح يفيدك ولا اشي. هاي هسا كله راح نعدلها اذا مش بهذا الفيديو، لا بالفيديو الجاي غالبا، بالفيديو الجاي عشان نطول هذا الفيديو.
رسمنا ايش؟ خلصنا الطابق، خلص رسمنا بيمات، اعمدة، كولومز، وولز، كل شيء رسمناه. هسه نروح على الطابق اللي فوق اللي هو الجراوند فلور. الجراوند فلور خلينا نسيب الشغل، امبورت تي اكس اف فلور. وين بدي اضيفه؟ انا بدي اضيفه على الجراوند فلور، بعمل اد. هيو هسه هون انا عارف انه الجراوند فلور هي نفسه الفيرست فلور نفسه. فشو بعمل؟ بعمل اساس سيميلر ستوري. شو بسوي؟ بس اي شيء برسمه قاعد بروح يرسمه على الطوابق السيميلر. شو الطوابق السيميلر؟ نفس اللي عملناهم احنا. شو بدنا نسوي هسه؟ بدنا نسوي نضيف السوالف كلها. يلا ايتا بدي ارسم هاي 23. لاحظ انه مش راح يرسم على السلاب لانه البيمات فوقيها. شو بسوي؟ اركيتكتشر سلاب كولوم سلاب، او خلينا نرسم الكولوم اول، كوك درو كولوم. في هذا العمود نسيناه. لاحظ هسه درو 3 دي تلاقي رسمهم كلهم. مش عارف ليش عرفوا ديم بيم، هذا مش هيدن بيم. سواء بكون يمكن رسموا هيدن بيم ما اعتبروش انه كلهم، فكرة عشان الابعاد، ابعاده نفس ابعاد العمود الاصلي اصلا. فهي بتتعدل، راح نعدلها. تقدر هسه هذا مش انا شايفه هيدن بيم، شو بسوي؟ بعدله بخليه كلهم، مش صعب يعني. بس هسه الفكرة الأساسية، لاحظ انه رسم الأعمدة كلها زي ما بدي. ليش؟ على كل الطوابق. خلص هيك بريح حالي، شغل ثلاث اضعاف. هسه بدي ارسم السلاب. هاد سلاب، هاي سلاب، هاي سلاب. شو بسوي؟ كبسة زر فلات 20. هادي تابس اريا سيف. هسه الفويدز اوبننج نفس الطريقة. هادي تابس اريا، هادي تابس اريا، هادي تابس اريا، هادي تابس اريا سيف. نضل هون فيش وول، لا في وول اكيد عند الدرج. نفس الفكرة سيف وول كبسة زر كلهم هون دبليو 20، فيش دبليو 30. هيك احنا رسمناه كله، رسمناه كله. هسه شو ضل البيمات؟ طبعا تخيل ما ترسمش بيمات، بتكون السلاب مش مرتكس، شيء طاير بالهواء كنتليبر. هسه هون زي ما قلت لك نفس الطريقة هذيك، هي أسهل طريقة عشان ترسم البيمات. تقدر ترسم المنتوي بس تقلب حالك، هيك أسهل. هات سيف بيم، هيك قاعد برسم البيمات. سيف. هيك انا الموديل عندي رسم كل الطوابق اكسترود فيو. فهيك احنا من الطوابق امورها تمام. هسه في شغله قبل ما تخلص، بتنزل على البيس. شو بتسوي؟ تكبس على هذول زي هيك. طبعا احنا ايش خلص نعمل اول وان ستوريز خلص. شو بتعمل هسه؟ بتيجي بتكبس هون اساين جوينت ريزيستنت، بتحطها فيكست. لو ما عملت هاي الخطوه البرنامج ما راح يعمل معك رن، ما راح يعمل معك رن. سيف سيف. خلينا نجرب اعمل رن ونشوف شو الاشي اللي بده يصير عندي. ان شاء الله يعمل رن ما يطفي، لانه هسه صار في 6 طوابق يعتبر، او 6 تقريبا. فراح يكون ثقيل شوي. طبعا احنا ما شيكناش على شغلات لسه، انا ما بديش اعمل رن، احنا ما ضفنا لود ولا 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 اشي. بس الفكرة انه بدي اورجيك شغلة بسيطة اللي هي تبعت الاعمدة. شايف كيف بطول الرن لما يكون عندي كثير طوابق؟ شوف هسه لو بدي اعمل انيميشن، تشوف لو بدك تعمل ستارت انيميشن
طلع كيف؟ طلع هسه بس يخلص تحميل، شوف شو بده يصير معك. طلع كيف؟ هون هاي المنطقة، شوف هاي المنطقة طاير بالهواء، وحتى هون طلع في هناك جاذيك، في شوي طيران هواء، والمبنى انستيبل. ليش؟ لأنه أنا مش حاط مش حاط السلاب على إشي. طب تقولي لا والله إحنا رسمناها مع بعض هون، بقول لك لا، أنت هون مش حاط إشي، أنت هون مش حاط إشي، فشو بدك تسوي؟ شايف أنت مش مركز السلاب على إشي، لازم ترتكز على العمود. فهون شو حلها هاي؟ هاي حلها إشي واحد، واللي هو بسموه اللينكس. إن شاء الله راح تكون بالفيديو الجاي. الفيديو الجاي راح يكون تكملة الموديل بإذن الله. يعطيكم العافية.